لا لا بس ابي ابي رايي اليوم عماد بدا من جاك المايك عطني رايك في الموضوع. الاسئله هذه خلها ببر ثاني ناخذها وقت الفاصل عشان لان عندنا مواضيع كثيره. قول اول شيء لما نتكلم عن تاليسكا نتكلم عن واحد من اكثر اللاعبين تاثيرا او اكثر لاعب تاثير لاعب غير سعودي في الملاعب السعوديه واكثر من اكثر اللاعبين متعه في الملاعب السعوديه. انا عن نفسي مثلا احب اتابع تاليسكا في مباريات النصر اتمنى دائما الكره توصل تاليسكا عشان تشوف متعه اكثر. بس يا علي عندك تاليسكا وتتشنج بهالطريقه ما يصلح يعني. وين تشنج؟ وانت تتكلم عن تاليسكا. احنا نعطي الموضوع عبد الرحمن. اذا تاليسكا ما تحمسنا في معه في الكلام نتحمس على مين لعب قيمه تاليسكا وش تبغى احط كذا واتكلم عنه. ربط تاليسكا في الهلال في الميكس زون ما كان منطقي ابدا ما كان منطقي خاصه اللاعب مرتبط بعقد طويل فربطه بالهلال وش كان الهدف منه؟ ولا منطقي ربطه بتركيا يعني. حتى تركيا شوف تركيا جاب خبر الصحفي التركي والإمكانك تنفيه لكن ربطه في الهلال من اللي جاب الخبر طيب هو صحفي جاب الخبر وبطوق وسأل من الصحفي اللي جاب الخبر ما في اللي واقف المراسل أكيد هو صحفي بالأخير إيه بس يعني ربطه في الهلال لاعب مرتبط ترى حقاني أنا يعني هذاك إعلامي وهذا مو بإعلامي ولا لا يعني شوية ربطه في المكسون خطأ وربط صحفي التركي خطأ. الرجل عنده عقد مع نادي النصر ومكمل وخالص ما هي فترة انتقالات ولا شيء وين ما يحق له أساسا يفسخ عقده شكرا. إلا بسبب مشروع واليوم سبب مشروع ما أعتقد أنه موجود منتفي. نادي النصر ملتزم بجميع الرواتب فما أعتقد أنه يقدر يفسخ عقده تاليسكا. شف عبد الرحمن قبل شيء يقول خبر تم تسريبه صح وقبلها بخمس دقائق كان يقول أساسا ما في خبر الحين خبر تم تسريبه موضوع تاليسكا ولا ما في خبر تسريبه من تاليسكا مع الهلال انت قلت خبر تم تسريبه. انا ما قلت تسريبه الا قلت ولا صحيفه كتبت هذا انت الامر قلت موجود في تويتر تسريبة. لا تم كتبته مغردين في تويتر. انت قلت خبر تم تسريبه يعني كان يسمعون عبد الرحمن. لا مو صحيح. وش الخبر تسريبه؟ انت قلت الخبر تم تسريبه لانه اساسا خبر مو لا مو بكذا. قال هالكلام يا عماد ولا ما قال؟ لا مو قال خبر تم تسريبه. انا ما اعطيكم ماخذين راحتكم لان بعد ثواني بقطع. انا ابغى اسال حرم نفسه. هو ابو حمد قال خبر قال انه خبر تم تسريبه من اجل انه والله لا مو ما قال هو قال ابو داحم بس ان المشكله وش هي المشكله انه الخبر مو منطقي يعني بس ولا صحيفه كتبت هذا الامر لكن لكن قيمه تاليسكا لكن لم يتم تسريبه اتكلم او كتابته في تويتر لبحث عن مجد او عن نجاح. ما وش علاقه المجد يا ابو حمد يعني الحين انت بتقول اليوم مو منطقي اليوم يجيني واحد يقول كاريو بيوقع مع النصر الان في الفتره الحاليه اقول لو طلع خبر زي هذا كاريو يوقع لنادي النصر هل ممكن انت تتقبله ولا اي احد يتقبله؟ اي خبر في اللحظه هذه في اللحظه هذه اي خبر في التعاقدات ممكن يسمح الحين لا. لا ما يمكن شوف لا في 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 لانه باقي في عقده. بس بقول لك على حاجه اليوم التعاقدات تتم احيانا من فترات طويله طالما اللاعب يسمح له وفي فترة حرة من عقده. ياما لاعبين ما حد خبر لا تاليسكا ولا كاريو ما حد خبر انت بعد لا تحدد اللاعبين. انا اتكلم لك على فكرة التوقيع. ياما لاعبين يوقع في الحديث علي كان عن تاليسكا نظم ناديه متى في الصيف هذا طيب. الحديث كان عن تاليسكا ترى احنا قاعد نتكلم عن